عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أينما كنتم أحبائي في الله. أنا اسمي أمل، بفضل من الله ومنه أنشأت قناة على اليوتيوب لتعليم الخياطة والتفصيل، وهي قناة مجانية سميتها قناة أمل للخياطة والتفصيل الخير الباقي، لأني بتمنى من المولى عز وجل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يكون هو الخير الباقي لي ولكم إن شاء الله. من أهداف القناة إن ترسيخ روح العمل الجماعي والتطوعي، وده بفضل الله قائم. كمان من أهداف قناتنا إن إحنا نساعد المرأة إن هي تكون عنصر فعال للأسرة والمجتمع كذلك، وكمان عشان نساعد بعض الأسر في زيادة مدخلها، وربنا يا رب يرزق الجميع من فضله العظيم. طبعا هي قناة وليدة، يعني لسه في شهر 9 هنكمل سنة. احتفلت معاكم قبل بمرور اول 100,000 مشاهدة، واتمنى من المولى عز وجل ان احنا في شهر 9 ان شاء الله احتفل معاكم بالمليون المشاهدة الاولى، وده طبعا هيبقى يوم بالنسبة لي يوم سعيد جدا. فبدعو الجميع المشتركين في القناة والغير مشتركين. طبعا حابة كمان اقول لكم ان القناة على اليوتيوب ده اسمها، عاملين كمان جروب على الفيس علشان يكون التواصل ما بيننا وما بينكم قائم، وفي كمان مدونة أمل الخياطة والتفصيل الخير الباقي. فدول كلهم مشتركين لخدمة كل اللي يحب يتعلم الخياطة. فطبعا بدعو الجميع المشتركين معانا والغير مشتركين واللي لسه لم يتعرفوا على القناة ان حضراتكم تتعرفوا على القناة. القناة فعلا تستحق منكم الدعم، فمن فضلكم ساعدوني في نشر الخير الباقي حتى يستمر. حاولوا تشيروا القناة لأكبر عدد ممكن علشان الجميع يستفيد وعلشان يتحقق لنا الخير الباقي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.